مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو وايلد كريديت؟ ما هي ميزات وايلد كريديت؟ ما هو وايلد كريديت؟ هو بروتوكول إقراض بدون إذن، يتميز بأزواج إقراض منفصلة. ما هي ميزات وايلد كريديت؟ وايلد كريديت هي أداة AMM ذات كفاءة في رأس المال، تعمل كبروتوكول إقراض يستفيد فيه LPS، موفرو السيولة من تعرض حقيقي لرمز واحد، ولا يعانون من IL خسارة غير دائمة. إن وايلد يشبه إلى حد ما يونيسواب، ولكن مع قدرة إضافية على استعارة الرموز المميزة المزودة وبدون IL إلى LPS. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.